صباح الجمعة استيقظ سكنة منطقة السعدون على حريق هائل اندلع في مخازن تجارية قرب منازلهم. بناؤها وأساسها لم يخضع لشروط السلامة والأمن ولا حتى وفق المعايير التي تضعها مديرية الدفاع المدني، فهيكلها من مادة الساندويتش بانال سريع الاشتعال، وما في داخلها من ألواح فليكس طباعة ومواد تجميل تساعد في تأجيج الحريق. ده هو البيت نص طابوق ونص ساندويتش للسرعة والبرودة، ويعني هو هيك. وهذا احنا مخازن ماجرين، من يصير احنا نجي نبني قابل احنا هالملوك نفتح السندويشات مالتنا ونشيل. تكلفة البناء تدري بها هواية، وانا اذا طلعت من البناء بعد انا يروح البناء قابل افلشة واخذه مطبعة تدري بها. بعد خذين من الورق والدعاية الضوئية والليلون قابل السقف مالتهم هم سندويش مخازن الخفا. انا صاحب المخازن بمواد التجميل، ترقد قبت على المخازن الخفا حرقت لهبة المخازن البصفة هاي كلها انه ما بيها. هكذا معامل ومخازن يفترض انها في مناطق صناعية خاصة لا بين منازل سكنية وسط العاصمة بغداد، فالعديد من هذه المعامل إلى الآن تزاول عملها وسط مناطق سكنية. وأنا مسؤول عن كلامي، آلاف من هذه المخازن وحتى بيوت أخليت ضمن مناطق سكنية واستخدمت لأغراض الخزن، وحدائق كبيرة لبيوت كبيرة أنشئت فيها هكذا لون من المخازن. الكل يدرك ويعلم بأن هذا الموضوع خطأ وخطر ويتهدد أرواح الناس، وهو من جهة أخرى أيضا يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد الوطني، إلا أنه ليس هناك من يعي أو يسمع. دور الرقابة صار لازما من قبل الجهات المعنية في منع إنشاء معامل ومخازن وسط بيوت سكنية. حرائق كهذه تهدد سلامة المواطنين بصورة مباشرة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.